أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. هذه المحاضرة رقم 10 من إدارة المختبرات المستوى الرابع قسم الطب المخبري. نشوف دي تكنيكال بروسيجر مانيوال. إيش يعني؟ كل مختبر لازم يكون فيه له بروسيجر مانيوال، يعني الطرق، كل الطرق اللي ممكن تستعمل في المختبر تكون مكتوبة، وكل الفحوصات طرق اللي عملها تكون موجودة في هذا المانيوال. The technical procedure manual contains the instruction and specific information for all of the laboratory test procedures. يعني هذا المانيوال لازم يحتوي على كل الطرق الموجودة أو الفحوصات، كل الطرق اللي بتعمل في هذا المختبر من فحوصات، يعني سواء كان طرق أو information، معلومات عامة عن الفحوصات. A well designed and executed procedure manual is a good training guide especially for new employees, and it also serves as a reference source for infrequently performed tests. يعني هذا المانيوال يعتبر جايد أو دليل تريننج للموظفين بالذات الجدد، برضو يعني دليل لكل أي واحد بيعمل في المختبر، وبيكون طبعا مرجع لأي حد بده يعمل أي فحص موجود في هذا المانيوال. The correct use of procedure manual will reduce mistakes. يعني الطريقة الصحيحة إنه أنا أو بتقلل المستيكس أو الأخطاء اللي تكون موجودة الناتجة عن إنه أستخدم أنا الشورت كات بروسيجر. يعني أنا ممكن ألغي خطوة أو حاجة زي هيك، حاجات موجودة في المانيوال بدي أشوف إيش الأخطاء تبعتها، إيش النتائج تبعتها في هذا العمل. برضو نفس العنوان Procedure Manual Content. The Procedure Manual should not be collected of the photocopy pages from the instrument manual or manufacturer information sheet. يعني أنا مش صح إني أنا بعمل الفوتوكوبي للطريقة العمل اللي موجودة في البامفلت اللي موجودة في الكت مثلا، فلازم أعمل يعني ديباجة خاصة للمختبر، طريقة سهلة ممكن أي حد يفهمها ومش الفوتوكوبي للإنستراكشنز اللي موجودة في المانيوال instrument. Each test the laboratory performed should have a separate procedure containing pertinent information written in a uniform style and organized in the same fashion. يعني كل يعني لازم يكون الطريقة العمل موجودة خاصة في المختبر، يعني بتكون إلها أسلوب معين وطريقة سهلة في الفهم وواضحة، وما يكونش عبارة عن فوتوكوبي من البامفلت. Each page of the procedure should include the procedure title. يعني لازم يكون في عنوان الفحص and effective date التاريخ printed at the top of the page and the page number printed either at the top or bottom. يعني كل صفحة من هذه المانيوال من هذا المانيوال لازم يكون عليه رقم الصفحة، سواء كان في الأعلى أو في الأسفل. برضو البروسيجر مانيوال كونتنتس. Each procedure should contain the following information. لازم يحتوي كل مانيوال على الأشياء التالية من الخاصة بالفحص. Test name، أول إشي اسم الفحص.
إذا كان في له اسم واحد أو اسمين الترنيت يعني ينوب عنه، فلازم ينحطوا الاسمين أو الاسم الاسمين اللي يدلوا على هذا الفحص. The full name of the test and any alternate names or commonly used abbreviation should be listed at the beginning of the procedure for easy identification. لسهولة التمييز لازم أحط الأسماء اللي بتدل على هذا الفحص. Test principle أساس أو قاعدة اللي هي الفحص. إيش اللي بيصير فيه. This is a short introductory summary of the principle of the test and its clinically application. يعني هو بنحط هذا للتوضيح إيش القاعدة أو الأساس تبع الفحص اللي بيمشي عليه. Patient preparation. If the special directions for patient preparation are required, they should be outlined here. يعني إذا كان في إعداد خاص بهذا الفحص للمريض لازم يكون مكتوب. Specify if the patient should be fasting. إذا كان لازم يكون صايم. On special diet إلى يعني طعام معين. Sitting up or recumbent. Or if the test should be collected after specific time period following the administration of the drug or pathological events. يعني بدي أشوف أنا إذا كان المريض يكون هو جالس أو مستلقي على الأرض الوضع طبعا أو أنه ياخد علاج قبل أو بعد، يعني إيش حالة المريض تكون موجودة. This should be condensed version of the same information found in specimen collection manual. لازم يكون موجود بالتفصيل في specimen manual أو procedure manual. The purpose of the patient preparation should be explained as should its relationship to the test result. يعني لازم يكون برضو مشروح انه اعداد المريض لهذا الفحص ايش ليش انا بعمل هذا الاعداد. احنا برضو في نفس العنوان procedure manual contents نشوف ايش specimen requirement، ايش الاحتياجات تبعات العينة اللي انا بدي اخدها. A description of the specimen of choices choice is given in this section. يعني ايش وصف العينة اللي انا بدي اخدها. Specify the types specimen that is venous or arterial blood urine or sputum or CSF أو pus. أي عينة بدي أشوف أحددها أنا أحدد المكان اللي أنا بدي أخذ منه العينة. Describe the site مكان أخذ العينة. Method of collection the required volume الحجم المطلوب من العينة. Collection material إذا كان بدي أنا أسحب تكون الماتيريال موجودة. The containers الوعاء اللي أنا بدي أحط فيه. الأنتيكواجولانت برضو إذا كان إيديتا صوديوم سيتريت أي أنتيكواجولانت من المواد هذه. أو بريزيرفاتيف necessary to preserve the sample إذا كان في داعي لأني أحط بريزيرفاتيف مادة حافظة على العينة. Until processing the timing consideration. Criteria for rejection of unacceptable specimen. احنا اخذنا specimen rejection قبل هيك، فاحنا بدي اشوف اذا كان في العينة مثلا السبيوتم سبيوتم عن صحيح ولا سلايفا، اشوف اذا ممكن بدي اعملها rejection او استقبل هذه العينة. Criteria for rejection of unacceptable specimen should be spelled out in clear definite terms. يعني تكون موجودة بوضوح كل الـ specimen rejection كلها لازم تكون معروفة.
Sample handling during transportation to laboratory, preparation for the test procedure. That is centrifugation. It should be also be described. برضو الحاجات اللي لازم precautions اللي أنا لازم أخذ احتياطاتي فيها في طريقة نقل العينة إلى المختبر. ما يكونش فيه اهتزاز كتير أو رف movement. وتكون العينات upside down. يعني العينات يعني في وضع معتدل، يعني الأنابيب في وضع معتدل عشان ما تنكبش العينة. Procedure manual contents برضو. Instrumentation, equipment and materials. A complete list of instrumentation, equipment and materials for perform the test procedure should be included. برضو إيش الطرق اللي إيش ال requirements تبعتي اللي هي مطلوبة والmaterials والreagent والpipetting والحاجات هذه كلها لازم تكون مكتوبة في المانيوال. All analyzer glassware, disposable supplies and equipment such as diluter, heating, bath and pipette should be listed. كل الحاجات اللي أنا بدي استخدمها لازم تكون موجودة في هذه الطريقة أو في هذا الفحص. Reagent preparation. بدي أشوف أنا كيف أعمل preparation للreagent. Directions for the preparation of reagent and standard listing the material and equipment needed, storage instruction and the usable shift life for each reagent should be specified. يعني لازم يكون الreagent preparation وإيش التاريخ قديش مدة الexpiry date تبعت الreagent بعد أنا ما حضرها واكتب عليها التاريخ هذا. برضو احنا في نفس العنوان بروسيجر مانيوال كونتنتس تيست بروسيجر يعني طريقة عمل الفحص تكون بوضوح وبالتفصيل. This section includes complete instructions for performing this test procedure. يعني لازم تكون محطوطة الطريقة بالتفصيل وبوضوح. The preparation of all calibrator and standards and a step by step calibration procedure should form the first part of this section. يعني لازم أحط اللي هو إعداد الكاليبريشن والكواليتي كنترول والستاندرز والحاجات هذه في البداية. Next, the details procedure for performing the test is described. بعدين بحط أنا التفاصيل الكاملة. Do not include extraneous information or explanation in the procedure. يعني بديش أنا أعمل حاجة تلخبط اللي هو بدي يعمل الفحص لأنه بديش أي معلومات خارجية أخرى. يعني إحنا التفاصيل وبس. Keep it simple, direct and flow logical order. يعني تكون سهلة في القراءة والفهم. Specify a setting and adjustment for the instruments and any necessary safety precautions. يعني أخلي الجهاز والحاجات اللي أنا بدي أشتغل فيها في وضع آمن. Instructions concerning procedure for reporting the result, including the measuring until and then applicable the number of decimal places or specify word to use when reporting the result. لما أنا بدي أحط البروسيجرز لازم أحط إيش اليونت اللي موجودة فيها سواء ملي جرام أو حاجة أمول ملي مول والحاجات هذه لازم أحطها في الطريقة. برضو الكالكوليشنز
اللي هو الحسبة النتيجة. The formulas for all the calculation required to determine the final result are given along the example demonstrating the calculations. يعني بدي أحط كيفية عمل الكالكوليشن أو حساب الريزلت النتيجة النهائية بعد أنا ما أقرأ النتيجة على الجهاز وأعمل كالكوليشن. Quality control procedure لازم أستخدم الكواليتي كنترول. Details concerning quality control including instructions on how to prepare, when to use, where to record and how to interpret تفسير العينة النتيجة. The control result are described in this section. برضو كيف بدنا نعمل الكواليتي كنترول وإعداده وتحضيره للعمل. The tolerance limits for each level of control are defined and specific instructions concerning procedure when the control limit are exceed should be also included. برضو أنا بدي أحدد القيم اللي هي لازم تكون في حدود يعني normal value وتكون موجودة في الطريقة حتى إذا زادت يعني أعرف إنها زادت وأعيد الفحص. إحنا في نفس العنوان Procedure Manual Contents في اللي هو النورمال فاليوز اللي هي ممكن لازم تنحط في كل فحص يعني قديش الحد النورمال تكون مكتوبة في الفحص. The reference intervals for adult males يعني مثلا إيش النورمال فاليو في الأدلت ميل والأدلت فيميل لحال والبيدياتريك بيشنت and any appropriate group of the population for the test procedure are listed. يعني كل القيم النورمال فاليوز أو الانترفلز هذه بدها تكون موجودة في الفحص أو في المانيوال. في عندي هنا هيموغلوبين ريفرنس انترفلز موجودة من الدوك يونيفرسيتي ميديكال سنتر. في نيوبورن من 14 ل 24 جرام بير ديسيليتر والانفنت من 10.5 ل 14.5 جرام بير ديسيليتر والأطفال اللي هي من سنة ل 5 سنين من 10.3 ل 14.9 جرام بير ديسيليتر والأدولت سيرن اللي هو المراهقين أدوليسينت اللي هم المراهقين والأدولت ميل من 14 ل 17 والأدولت فيميل من 12.5 ل 15 جرام بير ديسيليتر. هذه الطرق أو هذه القيم هي النورمال فاليو للهيموغلوبين في مركز معين. بروسيجر مانيوال كونتنتس برضو إيش القيم اللي فيها انذار الالرت أو بانيك فاليوز يعني بتخوف أو تعطيني انذار يعني القيم العالية جدا أو الواطية جدا. ليست كريتيكال فاليوز of the analyte being measured that require immediate attention يعني لازم يكون في precautions على أساس أن أنا أصحح أو أعرف إيش القيم اللي هي بتعمل إنذار. Procedure limitation. The procedure limitation are described in the section limits تبعتها. Limitation such as precision and accuracy الدقة والصحة of the method working linear range interfering substances and possible source of errors should be described in details يعني كل الحاجات اللي بتتعلق في الأخطاء واللي بتأثر على الدقة والصحة لازم تكون موجودة في هذا الجزء. برضو احنا في البروسيجر مانيوال كونتنتس نيجي للمينتنانس سكيدول اللي هي الصيانة.
يعني الصيانة هذه بدها الناس عندها خبرة أو مدة طويلة في العمل عشان يعرف الترابل شوتينج اسمها، يعني كيفية إصلاح المشاكل اللي بتصير في المختبر. يعني بتكون في آخر كل جهاز بيكون في آخر المانيوال تبعه في حاجة اسمها ترابل شوتينج، يعني مثلا إنه الجهاز مشتغلش ليش، تشيك على الكهرباء، إذا كان في كلوج ولا حاجة في الجهاز إيش تعمل. يعني هو بيدلنا مبدئيا على إنه كيف نعمل المينتنانس. An abbreviation maintenance schedule with references to the instrument manual should be included in this section. يعني حكاية الترابل شوتينج البسيطة اللي ممكن يعرفها فن المختبر ممكن تكون موجودة في نهاية المانيوال تبع الانسترومنت الجهاز. Complete maintenance procedure should be adequately covered in the manufacturer instrument manual and need to be repeated the in detail here. يعني ممكن تنحط الطرق عمل هذه الترابل شوتينج في بكتابة على أسلوب المختبر. Often experience with the instrument will reveal additional and perhaps better ways to do things. يعني الخبرة في الإصلاح أو في إصلاح الأجهزة والحاجات هذه طبعا هي بدها انجينير أو مهندس، لكن ممكن الفن المختبر يكون عارف بعض الحاجات السهلة والبسيطة. These experiences should be included in this section to return this knowledge in the laboratory when the key people are not available for have left the laboratory or have left the laboratory. طبعا الكي بيبل اللي هم اللي عندهم خبرة كبيرة ممكن يعرف الطرق هذه الترابل شوتينج والمينتنانس البسيطة. ريفرنسز لازم يتحط في المانيوال كونتنتس الريفرنسز او يعني الريفرنسز اول all references used in writing the procedure should be listed in the end of the procedure to those who need for information are aware of the source. يعني كل المراجع اللي هي أخذت منها هذه الطرق لازم تكون مكتوبة في آخر المانيوال كونتنتس. بروسيجر مانيوال كونتنتس السيجنيتشر، يعني هو يعني لازم يوقع على المانيوال هذا، يكون المدير موجود او لجنه فنيه بتكون موجوده وتعمل مراجعه لكل كلمه في هذا المانيوال. Each procedure should be reviewed، يعني تراجع annually by the director or his designee for accuracy and relevance. The reviewer, المراجعين, signature should be included in the procedure with the date of review. يعني لازم تكون توقيعات هذه اللجنة موجودة والتاريخ اللي هو حصل فيها المراجعة الريفيو. A schedule for review of procedure should be set up so that the review process is systematic, complete and unhurried. يعني مش سريعين أو مش يعني لازم يكونوا بالراحة وبالتأني ويتأكدوا تماما. Not every procedure will necessary contain all of the above mentioned items. يتأكدوا برضو من كل الطرق الموجودة تحتوي على الايتمز اللي هي المطلوبة. Additional information may be included as needed. يعني إذا في معلومات إضافية ممكن تنحط إذا كان في لها حاجة. To determine
what information should be included or excluded. Simply decide that a new technologist unfamiliar with the laboratory should need to know in order to perform the test. يعني كل الموظفين الجدد لازم يكونوا عارفين هذه المانيوال كونتنتس وكيفية المراجعة. نيجي للبروسيجر ريفيو، كيفية مراجعة أو طريقة مراجعة المانيوال. An out of the date procedure or one that is not read is useless. Each procedure should be reviewed by the laboratory director. يعني لازم يكون مراجع أو لازم يراجع من المدير المختبر. Or designee such as the section supervisor before it put to in the use and annually thereafter. يعني لازم يتوقع من المدير قبل ما ينحط للاستعمال العام. If there is a change in the procedure, the date of change should be noted on all copies. يعني تاريخ التغيير لازم ينحط في كل الصفحات. After the director has reviewed the procedure, he should sign it and date it. يعني لازم يوقع ويحط التاريخ التغيير to indicate it has been reviewed. The entire manual should be read annually by each member of the laboratory and initialed. This service as reviewed by the everyone concerning the details of each procedure. يعني بعد هيك بصير يعني مفتوح لقراءته من الجميع. احنا برضو في البروسيجر ريفيو مراجعات او طريقة المراجعة. بروسيجر مانيوال كان بي يوزد از تريننج، دليل التدريب في الموظفين الجدد new employee. It should reflect the information on the laboratory training checklist. Both checklist and procedure should be updated simultaneously. يعني لازم يكون في تجديد في الطرق. The procedure manual reflect the laboratory attitude and approach toward quality assurance. يعني دليل الكواليتي او المانيوال هذا دليل على انه على وجود الاهتمام في الكواليتي اشورنس. A laboratory that is carefully updating and improving its procedure manual is aware of its role in quality assurance and in probably showing equal will on other areas of quality assurance program. يعني لازم اللي يكون اللي يجدد هذا يكون عنده فكرة عن الـ quality assurance program. A laboratory with an inadequate procedure manual or none at all is not quality conscious. The procedure manual places important information on paper. Often individuals believe that they know procedure by heart and consequently feel that there is no need to document patient preparation or test. يعني الناس اللي ما عندهم مش مثلا او بيكون عارف انه او بحط بدون دوكيومنت او حاجات موثقة هذا طبعا بيكون غير معترف فيه. احنا برضو في البروسيجر ريفيو او طريقة المراجعة. What happened when a key individual leaves or unavailable to perform the test. يعني إذا كان الـ key individual أو الرجل المفتاح بسموه هذا اللي بيكون عنده خبرة كبيرة وممكن يلجأ له الواحد في السؤال بدل اللي هو المانيوال.
لكن لو موجود المانيوال يبقى ممكن يخدم نفسه. Someone else maybe not be able to perform as well. What happened when the laboratory confronted with those infrequent procedures that are ordered only once a year or are used only as backup procedure. يعني إذا كان في مثلا فحص بنطلب في السنة مرة وينطلب الحين فلازم وجود المانيوال كونتنتس هذا على أساس أن يكون في دليل. This procedure must be documented so that completely trained technologist or technician can perform the test while following the procedure. يعني ممكن أي واحد في وجود المانيوال كونتنتس هذا ممكن أي واحد يعمل هذا الفحص في وجود المانيوال كونتنتس. نيجي لفي سمري بسيط هيك. Each test procedure and the laboratory should contain the following information. لازم يكون يحتوي على هذه المعلومات. Name of the test أو alternative abbreviation and names. Short explanation of the test principle and clinical application أو description reactions إيش بيصير في التحليل أو التفاعل. Brief description and clinical application. Patient preparation كيف إعداد المريض لأخذ العينة سواء الطعام. When applicable patient activity and positioning when applicable. Specimen requirement إيش الاحتياجات للسبيسمن. Types of specimen collection sites sample volume collection material and containers. الحاجات هذه برضو لازمة. Criteria for rejection of unacceptable specimen sample handling and processing procedure. Instrumentation, equipment and materials, a list of instrument and equipment necessary, glassware, disposable supplied, where all of the is to be found. يعني كل الحاجات اللي بدي استخدمها في الفحص. Reagent preparation, name, chemical formula and grade of the each reagent, directions for preparation. Storage instrumentation يعني كيف تحضير هذه الريجنت وأكتب عليها تاريخ الانتهاء. Labeling instructions listing the name method or test procedure lot number date of preparation expiration date storage instruction and date in use. في برضو summary test procedure طريقة الفحص calibrator and standard preparation step wise step by step طبعا calibration procedure test procedure instrument adjustment كيف ضبط الجهاز وال preparation of calibrator. Calculation formula example quality control استخدم طبعا quality control list control by name and lot number control preparation frequency of control analysis interpretation of the control result where to record the result reference اللي هي المراجع intervals by six age and population when available alert or panic values procedure limitation working linear range of method accuracy and precision of the method of methods interfering substances possible sources of error maintenance schedule الصيانة تكلمنا عليها. A brief description of maintenance procedure maintenance schedule reference to the instrument or equipment manual. بعد هيك لازم نكتب references اللي هي المراجع
space for year review by the director.